شافك وشرقولا مش متشافين فيكو الدخلاوي. واحدة واحدة زميلي عالراي اصلي اخصمنا ابتداي دول اخرهم شغل زي واحنا دايما في العالمية اللي يسمع اسمي خان وسط الزحمة بكون متشال يلا نعمل للاكتفال للعيال ولادي الغزية للعيال ولادي الغزية ارض الكيسة دي ليا كان احنا في حروبنا نعمل بلاوي عمره ما يجي على الغلبان السيطرة اسلاك شعراوي والزعيم ايمن شعبان مش مهاودة اصحى لوصول الفراودة في الحروب لنا اعلى جودة وانتوا لسه بترضعوا اوعى تنسى انك قليل انت بالنسبة لعيل مش بشيل لكن بشيل اي عوانة بفجعه الكلام ما بيسخني اكبر ما فيكم ما يوصل لي لو عزت لحد انا موين جيش بس هاد مراجل يشتري ايوة طيب من جوايا بس وقت الحد جناية اوعك يلا تتحدي معايا اصل بالتخطيط مفتري اصل بالتخطيط مفتري كل واحد شنب وخضر صفي كيميا كمان وبطر من يسن ومن يقدر ده انتو كيفكو اهم شيء لما اقول لازم هتسمع انت باهت وانا بلمع والحساب ما بينا يجمع هنتقابله في اي طريق الكلاب كلها متسابة يلا نضرب بالسحابة هنا قتل ومفيش اصابة في الملاعب مدمرين هاتلي كفك هنا على كفي لما نوعد احنا نوفي اللي يتحنى انا متوفي توينز بنجنن ملايين توينز بنجنن ملايين شقلطوني في بحر بيرة دغري سكنت الاميرة في الجمال حلوة وخطيرة مش بشوف زيك يا بطة بحر عشق وموج محبة انت ساكنة الروح يا شابة قشطة عسل اليوم ربة مفيش منك في اي حتة ما تبطل تعيش عليا اللي هتيجي تحت رجليا على مين يالا انت فيا ليه بتيجي تعمل فنان انت يا العيل ملاخوليا واقع منان وماديليا هديك بلحم تمبيليا تسقط على ارض التام تسقط على ارض التام فرقت فرقة قرش دول قالوا يا مراحل ولما خلص القرش ما لقيتش ولا الصاحب